خمسة. ايه؟ مباوت مينا. تفضل حديك هنا، حد يقعد جنب البنوتة بنتي هنا. تعال اقعد جنبها بنتي ما تتقلق. بنتك؟ اه بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مباوت مينا ان شاء الله. مباوت مينا. يا فندم؟ مباوت مينا. مباوت؟ اه مينا ان شاء الله باذن الله. ايوه. يا هانم. شاهد عليك الناس؟ ينفع تيجي قدام القاضي وتقولي ان ماما انت بتحبي ماما اكتر مني عشان بابا طول الوقت يا سعاده القاضي عامل نفسه فاضي وهو مش فاضي؟ يا بابا انا اسفه خالص والنبي. لا ما ينفعش تقولي كده خالص. فيلار انا قصرت معاكي في حاجه؟ لا. طيب تقولي انك بتحبي مامي اكتر مني؟ انا بحبك انت اكتر عشان كده خطفتك. وبعدين انت هي خطفتي مين؟ دي بنتي خطفتها من مامتها. ازاي خطفتها؟ يعني. حضرتك مش فاهم، انا خطفتها من مامتها الشريرة. ازاي خطفتها من المحكمة؟ لا حبيبي دي مامتها اللي هي مراتي او طلقت. انا جبتها علشان تعيش معايا. ايوه ماشي. جبتي ايه؟ تعيش معايا انا. جبتها منين؟ هي ما تخوفهاش كده. طب بالراحه دي حضرت امها ديت ازاي تخوفها؟ حضرتك يخصك في ايه؟ حضرتك اسمع الموضوع. اتفضل. حضرتك اسمع الموضوع. انا جبتها عشان تعيش عيشه انا. خد بالك من طريقك بس. لا انا واخد بالي. ما تقلقش. تعيش مع باباها حبيبها. باباها. ومامتها برضو. ما يا بابا مامتها دي شريرة. لا. انا قصرت. اسألها ثواني حضرتك. تمام. اسألها. تمام. فيلار انا قصرت في حاجة؟ لا. جبنا رومي وجبتلك طلع فيها فلفل حر. انا مالي؟ ما مش بحب الفلفل الحر. انا ده كان ذنبي. انا قصرت. طلبتي مني لانشون زيتون. انا ما بحبش الزيتون. انت استحملتيني؟ انا مش بحب اللانشون. طب انا مالي؟ انا بحبه. ايه بقى مشكلتك؟ طب ما تاكل انت. عارفه انا هعمل فيكي ايه يا بيلار؟ انا هاخدك هوديك المدرسه بالليل الساعه 3 في الضلمه. عارفه ايه تاني هعمله معاكي؟ هفاجئك. انا هحميكي بميه ساقعه بتغلي. مش بس كده، انا هرش على شعرك بوتاس. لا هو انت بتكلمها كده ليه؟ هي مش طفله لو سمحت. نعم؟ لو سمحت هي مش طفله. لا انت مالك؟ ازاي بتكلمها بالاسلوب ده؟ انا وبنتي ما تتدخلش. لا 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 ازاي تكلمها بالاسلوب ده؟ لا 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 ماشي ازاي تكلمها بالاسلوب ده؟ انت مين؟ لا يبقى مامتها اولى بيها بقى. انت مين؟ مامتها اولى بيها. انا بابا صاصة اللي طول عمري اجيب لك مصاصة تخلي ناس زي دي تتدخل بيني. ازاي ناس زي دي؟ ناس زي دي تتدخل بيني انا وانت يا بلال. يا راجل انت بتتكلم في ايه؟ انت ايه الكلام دوت؟ ازاي تكلمها بالاسلوب ده اصلا؟ ما تتكلمش. اتكلمش؟ لا اتكلم. بس انت عارفه بيت ماما. انا وبنتي. انت بس يا حبيبي ما تكلمهاش يا بابا. طب ايدك بس. بس ما تكلمهاش. بس احنا بنتكلم باحترام. بس عارفه لو اتكلمت ما تعيش معاك اصلا. عارفه لو اتكلمت. لا تتكلم. لا تتكلم. مفيش الكلام ده. ما تكلمهاش بالاسلوب ده بعد اذنك. ما تكلمهاش بالاسلوب ده. دي بنت. ما تكلمهاش بالاسلوب ده. بس حدش ودع بيه. انت ايه اللي بتعمله ده؟ تعالي معايا. تعالي معايا. انت ايه اللي بتعمله ده انت؟ مخطوفة والله. احنا بنهزر معاك. وبصوا في كاميرات بتصورنا. ايه احنا كنا بنهزر. بصوا زي ما تقلقش. بنهزر يا عم. دي ممثلة جامدة. دي نجمة.